السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الورك ريليتد ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز، الحالات اللي بيحصل لها اصابات او ديس اوردرز ماسكولوسكيليتال اثناء العمل بسبب الشغل والعمل. احنا عندنا بيحصل كتير في الابر اكستريميتي ديس اوردرز زي الكاربال تانل سندروم. انا هقول لكم عناوين وبعد كده هكلمكم بتفاصيل العناوين دي. كيوبيتال تانل سندروم، تراسيك اوتليت سندروم، رينت سندروم، وروتيتور كاف سندروم. انا عايزه اسمع. يا ريت اللي مشغل الميكروفون ممكن، بس لو مش هيسال سؤال يقفله دلوقتي وما يجي يسال يتفضل. الديكر فان ديزيز، تندنايتس، والتينوساينوفايتس، تريجر فينجر، جانجليون سيست. عندنا نيوروفاسكولار ديس اوردرز، حاجه زي الكاربال تانل سندروم دي بتحصل للفليكسور تندونز عند منطقه الريست جوينت في منطقه الكاربال تانل اريا. بيحصل امبنجمنت للميديان نيرف بنتيجه للاريتيشن وسويلنج في الفليكسور تندونز اللي بيمر في المنطقه دي. يعني خليني اقول لكم تفاصيل اكتر قدام وهوريكم الصور كمان في المنطقه دي. طبعا الميديان نيرف بيعمل سبلاي، لما يحصل كومبريشن الميديان نيرف على الليفل اوف كاربال تانل يعمل تنميل. فين تنميل؟ في الفور ارم ولا في الهاند؟ ها، في الفور ارم ولا في الهاند؟ حصل كومبريشن على الميديان نيرف على مستوى الريست، الهاند يعمل، خلي بالكم، ديستال. بالظبط، ديستال مانيفستيشن، ما يعملش بروكسيمال مانيفستيشن. ديستال يعني في الهاند بيلو ذا ليفل اوف كومبريشن، الضغط على الميديان نيرف في الريست يبقى بيلو ذا ليفل اوف كومبريشن، الضغط على الميديان نيرف في منطقه الالبو بيلو ذا ليفل اوف كومبريشن. خلي بالك من الحته دي. طيب كيوبيتال تانل سندروم المره دي بقى ايه؟ الكيوبيتال دي يعني ايه؟ حد يقول لي؟ الكيوبيتال دي حد شافها قبل كده دي؟ كيوبيتال اناتوميكال دي اللي هي عند الكيوبيتال فصة يا دكتور ولا عند الكيوبيتال فصة؟ الكيوبيتال تانل موجودة في الميديال سايد اوف ذا البو وبيمر فيها فليكسور تندونز، بيمر معاها الالنر نيرف. وللاسف التانل دي ضيقه جدا، لو حصل ضغط على الالنر نيرف كتير مننا ممكن يتكهرب لو اتخبط في الحته دي، صح ولا لا؟ او لو ضغط عليها مده طويله وهو ساند على الديسك مده طويله بدراعه بيحصل الالنر نيرف مانيفستيشن. ثراسيك اوتليت سندروم، ده بيحصل كومبريشن على البلاد فيسلز وكمان على فكره البريكيال بليكسس في منطقه النك والشولدر، وكوزد باي ريتشنج اكتيفيتيز او نتيجه ل، خلي بالك، يا اما كومبريشن يا اما تنشن على النيورو فاسكولار ستراكشرز الموجوده في النك والشولدر، والتفاصيل كلها جايه قدام ان شاء الله مع الصور. رينت سندروم ده بيحصل في الفيسلز، بلاد فيسلز اللي بتدي سبلاي للبريفرال، للبريفري، ذا هاند لور ليمب، وبتتاثر، بيحصل لها ناروينج مع الفايبريشن اكتيفيتيز. واحد بيشتغل 8 ساعات بيحفر في الارض، ديجنج ان ذا فلور بالحفار بتاعه، عمال يعمل فايبريشن فايبريشن، ده يؤدي لريستريكشن او يعمل تضييق على الفيسلز اللي موجوده في الهاند. تندون ديس اوردرز زي روتيتور كاف سندروم والديكيرفان ديزيز، ده بيبقى انفلاميشن بيحصل في التندونز بتاعه الروتيتور كاف، وانفلاميشن بيحصل في او تينوساينوفايتس بيحصل في التندون او في الشيس بتاع التندون نفسه، الغطاء، الغشاء بتاع التندون، بيحصل تينوساينوفايتس او تندنايتس، الريتيشن في التندون نفسه او ساينوفال شيس لوحده يحصل له انفلاميشن، او الجانجليون سيست. جانجليون سيست دي معناها دي بتبقى سيست موجوده طبيعي جدا فيها شويه ميه
موجودة ما بين التندونز أو ما بين التندون والبون اللي تحتها. لما في حالة الانفلاميشن نتيجة الأوفر وورك عليه على التندونز بتورم السيست دي وتؤدي لجانجليون، بتؤدي للانفلاميشن فيها ويحصل لها سويلينج. ادي الاماكن بتاعتنا لاترال ايبيكوندايلايتس، لازم نركز قوي على الحالات دي. لاترال ايبيكوندايلايتس يعني ايه؟ ده الكومن اكستنسور اوريجين، يعني بيحصل في الاكستنسور تندونز بتاعه الريست واللي هم الانسرشن بتاعهم في اللاترال ايبيكوندايل. طب ايه لاترال ايبيكوندايلايتس؟ التندونز دي نتيجه لريبيتيتيف اكستنشن في الريست، بيحصل فريكشن كبير ما بين التندون واللاترال ايبيكوندايل، يوم يعمل انفلاميشن ويعمل الم في اللاترال ايبيكوندايل اوف ذا البو ويعمل مشاكل كتير. ده يحصل مع حالات ايه تفتكروا من الاسم كده؟ تنس، لعب تنس او كده، لعب التنس بالظبط، واحد بيستعد للبطوله بتاعته وضغط على نفسه وكل شويه يحس بالم في اللاترال سايد اوف ذا البو، وبعدين يروح يعمل تلج ويكمل لعب، يعمل تلج ويكمل لعب، يوم تقلب معاه تندنايتس وتنس البو او لاترال ايبيكوندايلايتس ويحصل مشاكل كتير. او الميديال ايبيكوندايلايتس، يعني الميديال سايد، الميديال سايد ده بيبقى مشاكله في ايه؟ في الكومن فليكسور تندون، يعني الفليكسور ماسلز، فليكسور تندونز. ده بيحصل كتير قوي مع الناس الكاربنتر او النجارين اللي بيشتغل اعمال كلها هاند جريب، يعني بيستخدم فليكسورز كتير، او بيفك صواميل كتير ومسامير كتير، ده بيأثر كتير على الفليكسور تندونز. او بيلعب جولف الناس اللي قاعده بقى ايه في الكومباوندات وبيلعب جولف، فلعب الجولف كتير، فبلاش حد يلعب جولف كتير يعني، بيؤدي لجولفرز البو. فالكومن فليكسور تندون او اوريجين بيحصل له التهاب. الفليكسور تندونز بتاعت الهاند ممكن تحصل لها التهابات نتيجه للريبيتيتيف هاند جريب، واحد شغال مثلا نجار او حداد، كلها حاجات مهن بيستخدم هاند جريب فيها كتير، فممكن يؤدي لتريجر فينجر او التهابات، وهقول لكم تفاصيل للتريجر فينجر قدام. عندنا ادي الماسل بيلي بيقولوا عليها البولرز، وادي الكيبلز اللي هي التندون، وادي الليفر اللي هو السايت اوف انسرشن اوف ذا تندونز. طيب النهارده التندون ده معايا يا جماعه، النهارده التندون ده لو اتقطع التندون ده يروح مني فين؟ يثبت مكانه ولا يتحرك لورا؟ يتحرك يا دكتور، هيتحرك لورا لانه استك، على فكره هو استك ومشدود. اول ما التندون يتقطع المصل ما بتبطلش كونتراكشن، تقوم تعمل كونتراكشن تقوم تقصر، عماله تشد التندون ويرجع لورا اكتر. ساعات كتير وانا بقول لكم الحاله دي، والحاله دي ممكن اسالكم فيها، صحيح مش موجوده في المحاضره بس انا قلتها في التسجيل اهو. ساعات كتير واحد شغال نجار وبعدين يدخل على المكنه اللي بتقطع الخشب، يقوم يحصل قطع في الثمب او يقطع الاندكس بتاعه، يقوم يروح يجري على المستشفى عشان الهيموريج الشديد، ويجروا يخيطوه عشان يقفلوا الهيموريج وينسوا ان كان في تندون ايه مقطوع. يروح بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد شهر، حصل هيلينج للووند، يجي نقول له اقفل صوابعك، نلاقي صوابعه ما بتتنيش بسبب ان التندون اتقطع. تخيلوا السيرجن بيدور على التندون فين؟ ورا، يعني بيقطع في الجلد، بيعمل ووند كبير جدا قد ايه، بصوا 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 بيفتح قد ايه عشان يجيب التندون من ورا هنا. فبتبقى مشكله كبيره على البيشنت، وبتبقى العمليه معقده، وكل ما يطول اكتر كل ما يقدرش السيرجن يساعده بالفعل للحاله دي. الكومن اوكيوبيشنال سي تي دي اس، يعني ايه سي تي دي اس؟ ها يعني ايه سي تي دي اس؟ كوميولاتيف تروما ديسوردرز، كوميولاتيف تروماتيك ديسوردرز، ده بتحصل مع الابر اكستريميتي. مين جاوبني؟ انا يا دكتور.
اسمك أمنية. ازيك يا أمنية؟ الحمد لله يا دكتور. هو الجروب بتاعكم كله ألفات ولا مش شرط؟ لا في بس مش كله يعني. طيب الكاربال تانل سندروم خلي بالكم كيوميلاتيف، يعني في ريبيتيشن، في وورك كتير على التندونز اللي موجوده في الكاربال تانل اريا اللي هم فليكسور ولا اكستنسور، اهي فليكسور تندونز اللي بيمروا في الكاربال تانل اريا. الميديان نيرف لما يحصل له لما التندونز بيحصل لها انفلاميشن بيحصل لها ايه؟ سويلنج، تقوم تضيق التانل وتضغط على الميديان نيرف وتؤدي البين في الريست وتؤدي لنمنس وتنجلينج سنسيشن ان ذا لاترال 3 اند هاف فينجر بالمر سايد اوف ذا هاند. ادي عندنا الكاربر تانل سندروم، ادي التانل بيمر فيها التندونز. سامعيني كويس يا جماعه؟ طب أيوة. التانل دي لو اتيقت بسبب ان الفليكسور تندونز حصل لهم سويلنج، ادي صوره اوضح كمان اهي، اهي ده الفليكسور ريتيناكلم وادي التندونز بتمر من تحت وادي الميديان نيرف السلك الكهرباء بتاعنا اهو. الميديان نيرف زي ما انتم شايفين هنا بيمر، ولما يحصل سويلنج للتندونز دي يقوم تضغط على الميديان نيرف تقوم تؤدي لتنجلينج سنسيشن ان ذا ثامب بالمر سايد في ال برضه الاندكس والميدل فينجر وهاف اوف ذا رينج فينجر، هاف اوف ذا رينج فينجر ده طبعا في البالمر سايد يشعر بتنميل في لاترال 3 اند هاف فينجر. عايز اوريكم حاجه مهمه جدا، ساعات في بعض الحالات لما يكمل الموضوع ده كده سنسوري، ساعات بعض الحالات تقلب بموتور، يعني عمال بيهمل فيها نجلكتد كيس ويقلب بموتور. طبعا السبلاي هنا بيعمل سبلاي ايه هنا شايفين للثينر ايمننس، بصوا كده شغلكم الفيديو بتاعي، ادي الثينر ايمننس بتاعتي اهي، شايفين كده يا جماعه الثينر ايمننس اهي اللي فيها الادكتورز والفليكسورز. طيب لو ما تقلب بموتور ما يقدرش يعمل ادكشن ولا فليكشن، وكمان الثينر ايمننس يحصل لها هايبوتروفي، يحصل لها هايبوتروفي تبقى مسحه. الديفورميتي ده بيبقى اسمه ايب هاند، ايب هاند، ايب هاند يعني ايه؟ ايد بتاعت القرد، لان الايب ما عندوش ثينر ايمننس فبتلاقيها مسحه خالص بسبب الهايبوتروفي الموجود في الثينر ايمننس. ده في حالات لما يبقى advanced to motor manifestation. ادي عندنا 3 and half finger palmar side. اللي بيحضر معايا المحاضره اللي بيسمع كويس الريكورد انا ببقى سعيد بيه، وساعات بجيب اسئله من المحاضره اشوف الناس بتحضر معايا منتبهه ليا ولا لا، لان في ناس بتحاول تعمل حضور وما قاعده بتشرب شاي او قاعده في البلكونه بعيد عني. دكتور لو سمحت، هو يعني ايه ايده مسحه؟ اقول لك يعني هايبوتروفايد، يعني ضعيفه جدا، يعني المنطقه دي الثينر ايمننس دي بتلاقيها فلات، بتلاقيها فلات كده. وصلت؟ تمام يا دكتور. ايوه الريلت سندروم، معلش ثواني يا جماعه ثانيه واحده. يا دكتور محمد. طيب رينتس ديزيز، مش عارف ايه اللي ظاهر عندي على الشاشه وظاهر لكم ولا ايه؟ في حاجه كده في خط. طيب بيحصل ان ال when blood vessels of the hand damage بيحصل لها narrowing repeated exposure to vibration long time disconnected with use of vibration tools زي الهير كاليبرز and jack hammer. jack hammer اللي هو الايه؟ الحفار اللي بيحفر في الارض. معلش هنقف ثانيه ما الاذان يخلص عشان الريكورد بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا زي ما قلنا الرينوت سندروم. طيب نشوف كده السيمتومز بتاعته، بيحصل نمنس وتنجلينج ان ذا فينجرز. طب اذا كان هو بيأدي بيأثر على البلاد سبلاي للهاند او الفينجرز، ممكن يعمل وايت كلوريشن، بالور
coloration في الفينجرز نتيجة للأرتيريال بلاد سبلاي بيقل للديستال parts of the finger. بيحصل برضو whitish coloration أو blanch coloration. طيب لما بيبطل vibration الألم بيبدأ يهدى بعد ربع ساعة أو نص ساعة. طب لو الحالة سيفير ممكن يقعد ساعات لما الألم يبدأ يهدى blood supply يبدأ يرجع نتيجة للناروينج الشديد الموجود في blood vessels. Cubital tunnel syndrome is caused by resting the elbows on hard surface. تخيل أنا قاعد طول الوقت ساند على الديسك بتاعي قدامي وما فيش حاجة unpadded. Unpadded يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة سفنج، حاجة طرية أضغط عليها. لا ده أنا ضغط على حاجة ناشفة طول الوقت على إيدي على الكيوبيتال أريا، وبالتالي الألنر نيرف بيضغط جامد قوي ويؤدي لتنميل وتسميع في tingling sensation وبين in the medial one and a half finger في الليتل فينجر والرينج فينجر يؤدي لألام فيها. وعايز أوريكم حاجة كمان مع الحالات الادفانسد، مع الحالات الادفانسد ممكن يقلب ايه موتور. طبعا احنا عندنا الالر نيرف بيدخل ميديالي، طيب هيأثر على ايه؟ داخل على الثينر هايبوثينر ايمينانس، يعمل لها ويكنس في الاوبوننس والفليكسورز بتاعه الليتل فينجر. طيب يعمل ايه؟ يعمل فلاتنينج فيها. فاكرين الهايبوثينر؟ ادي الهايبوثينر يحصل لها فلاتنينج، يوم يحصل ايه؟ ايديه تبقى بالوضع ده كده، اسمها كلو هاند ديفورميتي. وانا باكد على الموضوع ده جدا جدا جدا، كلو هاند ديفورميتي اهو ادي بقى في حاله الالنر نيرف نيورايتس او نيوروباثي في حاله الكيوبيتال تانل في الادفانسد ستيج. لما بيبدا الاول سنسوري بعد كده يبدأ يبقى يتحول ل موتور ويكنس في الفليكسور تندونز اوف ذا ليتل فينجر. الكيوبيتال تانل سندروم زي ما قلنا ادي صوره البريكيال بليكسس نازل ازاي، وادي الميديان نيرف شكله عامل ازاي، والالنر نيرف ماشي من ورا الميديال ايبيكوندايل داخل على الميديال سايد اوف ذا فور ارم، داخل على الهايبوثينر ايمينانس والميديال 1 اند 1/2 فينجر. سيمتومز بتاعته بين اند تينجلينج اند نامنس في رينج اند ليتل فينجر ميديال 1 اند 1/2 فينجر، لان الرينج في نصه راح لايه؟ لانهي نيرف؟ ها؟ الرينج نصه رايح لانهي نيرف يا جماعه؟ ميديان. الميديان بالظبط كده، لو الميديان مضغوط عليه هياخد نصه صح ولا لا؟ اللي هو اللاترال سايد. طيب ثراسيك اوتليت سندروم، الثراسيك اوتليت سندروم عندنا ده بيحصل، بص انا عايز اوريكم الصوره على طول، بص المنظر ده عندنا الاسكالينياي دي الاسكالينياس انتيريور والميدل اسكالينياي اهي وراها على طول، في ما بينهم اريا مفتوحه بيمر منها نيورو فاسكولار ستراكشرز البريكيال بليكسس وال الفينز والارتريز طالعه من المنطقه دي، تنزل وتعدي من ورا البكتوراليز ماينور والساب كوراكويد اريا، ادي حته فاضيه اهي. طيب لو ما ضيقتش هنا ممكن تضيق هنا وتضغط على نيورو فاسكولار ستراكشرز. طب تضيق امتى؟ ركز معايا، لو انا برفع دراعي كتير مده طويله، بص معايا كده، برفع دراعي كتير مده طويله بالطريقه دي، يا ترى الكلافيكل بتاعتي والفيرست ريب تقرب من فوق ولا تنزل لتحت؟ تقرب من فوق. تقرب من فوق عشان دراعي وجعني عايز انزله. تقرب من فوق. تخيلوا بقاله 7 ساعات بيصلح في مروحه الطياره بالطريقه دي، عمال رافع دراعه بالطريقه دي. طيب المنطقه دي ممكن تضيق ولا لا؟ بالظبط تضيق. تقوم ممكن تضغط طبعا مع الريبيتيتف وورك، تضغط على النيوروفاسكولار ستراكشرز وتؤدي لمشاكل كبيره جدا في المنطقه دي والابر ليم كمان. بلاش كده،
انا بقعد مده طويله على الموبايل بتاعي بيلعب ببجي ولا قاعد بيلعب شات وقاعد. بص الوضع ده، بص معايا، ماسك الموبايل اهو وعامل كده روتيتد راوند شولدر وموتر ابتو لقدام، يبقى تيلتنج وروتيتد شولدر بالوضع ده. طيب ده بيقعد كده ممكن يقعد 8 ساعات 10 ساعات كل يوم بالطريقه دي. يا ترى روتيتد شولدر مش ممكن يعمل ريستريكشن في البكتوراليز ماينور وميجور؟ ها مش سامع. اه يا دكتور طيب. يوم يضغط على السب كوراكويد اريا اللي طالع منها نيوروفاسكولار ستراكشرز، تقوم تعمل الام وتضغط عليها تعمل تنجلينج وبين، وتؤدي لديكريز في البلسيشن في الارتيريال بلسيشن في الابر ليمب. ايه كمان؟ التلتد نيك اللي هي الفورورد نيك، نتيجه ان انا رقبتي على طول مرميه لقدام طول الوقت، نتيجه لاعمال مكتبيه او الشغل على الموبايل طول الوقت. ده يؤدي لشورتنينج في السكالينياي ماسلز والاسترنك ليدوماستويد. ده كده يضغط على نيوروفاسكولار ستراكشرز الموجوده في الاريا دي ويؤدي لتنجلينج و راديال بلسيشن او ارتيريال بلسيشن ديمينيشد او ويكنس. عندنا ويكنينج في البلس ونمنس ان ذا فينجرز. وبصراحه انا جات لي الحاله دي فتره والحمد لله بدات اتحسن شويه. لما باخد نفس عميق جدا بحس بتنميل في صوابع ايديا. نفس عميق ده معناها ان ايه؟ ان في طبعا لما تيجي ان شاء الله بعد كده هنتكلم على الثوراسك اوتلت بالتفاصيل، معناها ان السكلينيات دول عباره عن ايه يا جماعه؟ السكلينيات دول يعتبروا ايه؟ اكسسوري ماسلز صح ولا لا؟ للريسبيريشن صح ولا لا؟ صح يا دكتور. اه طب انا قاعد مده طويله في الاتوبيس بسافر هنا 12 ساعه بقالي 4 سنين، 12 ساعه رايح 12 ساعه جاي، والسكلينياي بتاعتي من كتر القعده بدات تقصر، وطبعا رقبتي بتترمي لقدام وانا نايم قاعد على الكرسي نايم مش حاسس بحاجه، فيحصل السكلينياي يحصل لها شورتنينج ويحصل لها اوفر اكتيفيشن. وبالتالي اخد نفسي احس بتنميل في صوابع ايديا نتيجه للسكلينياي اوفر اكتف، نتيجه ان الكوستال ماسلز مش شغالين كويس، الدايفراجماتيك ماسل مش شغاله كويس. طبعا ما بدات اعمل ستريتش للبكتوراليز ميجور وماينور وستريتش للسكلينياي الحمد لله بدات استريح شويه عن الاول. روتيتور كاف سندروم معناها ان روتيتور كاف تندون زي ايه؟ روتيتور كاف ماسلز سب سكابولاريز والسوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس انتيروس ماينور دول بيحصل لهم كومبريشن في السب اكروميال سبيس. بصوا كده، ادي الاكروميون وادي السب اكروميال سبيس ما بين الكراكويد وما بين الاكروميون، ادي الاريا دي. الاريا دي ممكن تبقى ضيقه كونجينيتال او تبقى طبيعيه، بس التندون ده من كتر الشغل عليه في الابداكشن ابداكشن كل شويه ابداكشن واكسترنال روتيشن انترنال روتيشن، ده ممكن يؤدي لانفلاميشن في التندون. انفلاميشن يعني يحصل له ايه؟ سويلنج. سويلنج يعني الحته دي تضيق عليه، يقوم يعمل فريكشن اكتر، يقوم يعمل التهابات اكتر. ممكن على فكره ان ادفانسد كيسز مع الفريكشن الكتير الاكروميون يقلب كانه سكينه بتقطع في التندون ويحول التندون لروتيتور كاف تير، وللاسف ممكن يدخل عمليات عشان يعمل ريبير للروتيتور كاف تندون. التين سيمتومز بتاعته بيبقى بين في اثناء البندنج اوف ذا ارم. عاوز اوريكم حاجه، ان بيحصل لما بيعمل انترنال روتيشن كده وارفع ايديه لفوق في الفليكشن انا كده بضيق السب اكروميال سبيس، ده كده بيحصل ضغط على الروتيتور كاف تندون، ولو في انفلاميشن يحصل الم. اول ما احطه في الهوريزونتال ادكشن ابدكشن 90 degrees horizontal ادكشن بالوضع ده وامسك ايديه واعمل له انترنال روتيشن كده، انا بزود ايه؟ الضغط على الروتيتور كاف تندون في السب اكروميال سبيس، ويعمل الام فيها شديده جدا مع لو فيها تندنايتس. ليتر اون الالم ده بسبب الالم ده ما بيحركش كده دراعه كويس فيحصل ستيفنس في الشولدر جوينت. تندنايتس ده كومن
في cumulative traumatic disorders of the wrist, elbow and shoulder. وكيرز بيحصل مع مع التندونز بتاعة الفليكسورز أو الإكستنسورز. حد ممكن يقول لي يعني إيه lateral epicondylitis؟ حد يقول لي كده من الاسم بتاعه lateral epicondylitis؟ أنا سامع صوت صرصور الغيط كده. محدش برد عليا ليه؟ مفيش حد؟ طيب هو اللاترال ايبيكوندايل ده موجود فين؟ يلا يا جماعة حد يرد عليا، اللاترال ايبيكوندايل بتاع القلبه موجود فين؟ شكلكم سبتوني ومشيتوا. مع حضرتك كده. اللاترال ايبيكوندايل موجود فين؟ في اللاترال سايد ولا الميديال سايد اوف ذا ايلبو؟ من اللاترال سايد. طب هو اللاترال ايبيكوندايل ده انسرشن بتاع انهي ماسلز؟ اكستنسورز ولا فليكسورز؟ انتوا متعودين على متعودين انتوا على الـ على الام سي كيو صح؟ اكستنسورز ولا فليكسورز؟ فليكسورز. لاترال لاترال لاترال، حط ايدك على اللاترال كده. طيب الاسم اللي بعده تنس البو، يعني يحصل لانهي واحد اللي بيلعب تنس صح ولا لا؟ لما اعمل اكستنشن كتير للريست جوينت، التندونز الاكستنسور تندونز عماله بتعمل فريكشن في اللاترال ايبيكوندايل، تقوم تعمل التهابات فيه. مش انا قلت لكم ما تلعبوش جولف كتير صح؟ طب الجولف ده جولفرز البو بتاعه انه ايه، فليكسورز ولا اكستنسورز؟ جولفرز البو بتاع الفليكسورز ولا اكستنسورز؟ فليكسورز. فليكسورز بالظبط كده. وبالتالي بيحصل كتير مع الناس اللي شغاله كاربنترز او شغالين في الناس اللي هم بيشتغلوا بيفكوا مسامير او صواميل فيها روتيشن برونيشن طول الوقت في ايديه. طيب symptoms بتاعهم بقى tenderness في site of inflammation، يعني تحط ايدك على اللاترال ايبيكوندايل يحس بالم في المكان ده، او يحس بسويلنج وانت بتعمل بالبيشن تلاقي سويلنج في اللاترال سايد اوف ذا البو، وكمان مع الاكتيفيتي يحس بالم. والالم في حاله اللاترال ايبيكوندايلايتس بيبقى في اللاترال سايد اوف ذا البو مع الدورسال سايد اوف ذا فور ارم، دورسال سايد اوف ذا فور ارم. وفي حاله الجولفر سايد بيبقى جولفر البو بيبقى في الميديال سايد اوف ذا البو اللي هو الميديال ايبيكوندايل مع الفليكسور، الفليكسور ماسلز موجودين في الفور ارم. Common occupational CTDS of the upper extremities. Tenosynovitis. الشيس بتاع التندون بيحصل له التهابات او انفلاميشن نتيجه للرابنج الشديد عليه او الضغط الشديد عليه من الهاند جريب، او نتيجه للتحميل عليه جامد بشيل حاجات تقيله او الضغط عليه جامد، بيؤدي لسويلنج وبين، بعد كده loss of motion، بعد كده loss of strength. ادي التينوساينوفايتس، الشيس نفسه بيلتهب ويعبي ميه ويحصل له سويلنج. جانجينيون سيست از ا بامب اندر ذا سكين. بصوا الصوره دي، بصوا كده السيست ده بيبقى موجود ما بين التندونز او ما بين التندون والبون اللي تحته، ممكن يؤدي لالام والتهابات ويعبي السيست ده ميه اكتر ويعمل الشكل ده. حد عنده الحاله دي او شافها قبل كده؟ يا دكتور. طيب الحاله دي اللي شفتيها عندها كام سنه؟ مش انا. انت بتلعبي جيم ولا حاجه؟ لا. طب بتعملي اعمال على ايدك كتير؟ لا برضه شمال يعني. لا طلعت لوحدها كده السيست دي؟ طب بتضغطي على ايدك كتير في قاعده معينه؟ برضه لا.
طب طلعت امتى؟ يعني بقى لها كام شهر؟ ناشفة ولا طرية؟ ناشفة. ناشفة يعني بدأت تبقى كرونيك. اكيد انت تعرضت للانجري او وقعه معينه انت مش فاكراها، او بوزيشن معين حصل ضغط على السيست دي فعمل انفلاميشن. الاول كانت طريه، بعد كده بدات تبقى ناشفه، وللاسف يعني بعض الحالات بتحتاج اوبرتيف انترفيرنس عشان نشيل السيست دي او الجانجليون دي. ديكرفان ديزيز، احنا قلنا الديكرفان ده بيجي عند انهي تندون؟ ها اكستنسور بوليشز بريفيس وابداكتور بوليشز لونجس. بصوا للصوره دي بتاع الثمب، يعني بيستخدم هاند جريب كتير، بيعمل اكستنشن وفليكشن كتير في الثمب. ده بيؤدي لاحتكاك ما بين التندونز والابداكتور بوليشز لونجس والاكستنسور بوليشز بريفيس مع الراديال ستايلويد بروسيس. طيب عايزك تعمل انت البوزيشن ده معايا كده اللي موجود في الصوره اهو، اعمل جريب على التندون على الثمب وبعدين اعمل انلر ديفيشن. ده لو عندك انفلاميشن في التندونز دي هيحس تحس بالم شديد. طبيعي ان تحس بالم عادي دلوقتي لان انت كده بتهرس التندون في البون اللي تحتها اللي هو الراديال ستايلويد بروسيس. انما لو الالم شديد ومسمع معاك في الدورسال اكستنسور كومبارتمنت، ده معناها ان في ديكرفان ديزيز. برضو من العلامات المشهوره بتاعته انه يبقى عنده سويلنج في المنطقه بتاعه اللاترال سايد ات ذا بيز اوف ذا ثامب. برضو عملوا ستادي على بعض الحالات عشان يشوفوا الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز عند 600 فرد تقريبا بيشتغلوا اعمال مكتبيه على كمبيوتر اكتر من 15 ساعه في الاسبوع، وعملوا فولو اب للحالات دي لمده 3 سنين. 50% منهم بعد في خلال السنه الاولى ظهر عندهم ماسكولوسكيليتال ديس اوردرز اللي ما بين بقى رقبته، ما بين ظهره، ما بين دراعه، ما بين ايديه. طبعا ديكرفان، تريجر فينجر، نيك بين اند شولدر بين. 50% منهم ظهر عندهم الحالات دي. طيب انا عايز اقول سؤال، لو انا واقف مده طويله او موطي لقدام بشيل حاجه تقيله، الماسلز ساعات كتير واحد يحكي لك ويقول لك انا بحس بطقه في ظهري، حسيت بطقه في ظهري وانا بشيل كرتونه تقيله شويه، ويمكن الشكوى دي كتير قوي، وبعدين بعد ما حسيت بطقه جسمي كان سخن واشتغلت، روحت البيت يا ظهري ومش قادر افرد ظهري ولا اتنيه وجعنا جدا. ده ماسل سترين، اكيوت ماسل سترين، تروماتيك ماسل سترين حاصل في ظهر البيشنت ونتيجه الكارينج هوف اوبجكت بوضع غلط، وطى لقدام وهو واقف وشال مره واحده، ده حمل على عضلات ظهره وادى لو باك بين، وهيؤدي لتغيبه من العمل from several few days to several weeks لغايه لما حالته تتحسن. الفاسد جوينت بين، واحد اشتغل في المصنع بيشتغل 10 ساعات كل يوم واقف مدة طويلة، هيؤدي الألام في الفاسد جوينت نتيجة للإكستنشن والستاند أب مدة طويلة على بيضغط على الفاسد جوينت ويؤدي للإنفلاميشن في الفاسد جوينت. ديسك إروجن، طبعا الضغط على الديسك ده بيفضي الديسك فبيبدأ يؤدي ل دراينس في الديسك، يؤدي لكراكس في الديسك، يؤدي لالتهابات في الديسك، والديسك يبدا يورم ويؤدي لديسك بلج ويضغط على النيرف روت. ادي عندنا شكل النيرف روت ويؤدي لضغط عليه. طب لو الديسك حصل له ايروجنز كبيره، كراكس كبيره، النيوكلس تطلع بره في النيورال كانال وتعمل حاجه اسمها ديسك هيرنيشن، وتؤدي لحاجه اسمها سياتيكا سواء بالديسك بلج او الديسك هيرنيشن، ويسمع عرق النسا لو تسمعوا عليه، بالام في رجليه لور ليمب